بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى. وقد أعرب جلالة الملك المفدى أيده الله في البرقية عن أطيب وخالص تهانيه للرئيس الروسي بهذه المناسبة، متمنيا لروسيا الصديقة دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.